أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم قصتنا عن صديقات عزيزات اسمهم تينا وتانيا. تينا وتانيا صديقات من أيام الجامعة. تينا وتانيا لما طلع لهم قبول الجامعة انقبلوا في نفس الجامعة مع بعض، ما كانوا بيعرفوا بعض وصاروا زميلات سكن، وبعد فترة كتير صاروا صديقات عزيزات، صاروا مثل الخوات وبطلوا يفترقوا تينا وتانيا عن بعض أبداً. وين ما بتلاقي تينا تكون تانيا موجودة، والعكس صحيح. ولما خلصوا جامعة وقرروا أنه ينتقلوا لحياة الشغل كمان نفس الإشي، قرروا يكونوا زميلات سكن وانتقلوا مع بعض على مدينة جديدة ومغامرات جديدة، وعاشوا أيام كتير حلوة مع بعض، مغامرات وضحك وفرح وزعل وكل إشي. وحبوا كمان أنه هاي الأخوة والصداقة تدوم وقت أكبر وأكبر 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 كمان، ويقضوا مع بعض أيام أحلى من اللي قضوها بالقبل. وعشان هيك قرروا أنهم يبنوا بيتين جنب بعض على نفس الأرض، بس زي كأنهم بيت واحد، يعني يتشاركوا فيه النشاطات والهوايات وكل إشي، بس كل واحدة فيهم إلها ذوقها الخاص. وعشان ما يختلفوا إجوا لعندي وحكوا لي: يا لافندر، إحنا بدنا نكون مع بعض خوات وصديقات، بس لكل واحدة فينا ذوقها الخاص، كيف ممكن تساعدينا؟ تعالوا يا أصدقاء نشوف كيف ممكن نحقق مطالب هدول الصديقات بطريقة إنه نخليهم يضلوا خوات وبيحبوا بعض بدون ما يزعلوا من بعض. يلا تعالوا رح نقولهم على دلسول فالي، عشان هي المدينة تبعت الشغل، فيها كتير فرص للشغل وهم يلاقوا وظائف بهاي المدينة. اخترنا لهم هاي الأرض، مش كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. رح أبدأ أول إشي أعملهم بلاتفورم عشان نحط عليه المبنى، المبنى الأول والمبنى الثاني اللي هو مبنى تينا ومبنى تانيا. هم طلبوا مني يكونوا بيوتهم متطابقين تماما، يعني ما يكون في إشي مختلف أبدا بالشكل الخارجي كبلان، طبعا إحنا بنحكي مش كألوان وستايل وهي الشغلات، لأنه كل واحدة بالنهاية بدها تعكس شخصيتها على المبنى تبعها أو البيت تبعها. فبدأت أول إشي بس بمربعين أو كيوبين، وحاولت أعمل منهم بيت صغير. هلأ هو على قد البنت، يعني كل مبنى على قد البنت اللي عايشة فيه، لأنه كل واحدة عايشة ببيت لحالها. برضو نفس الإشي، أخذت نفس الشيب الخارجي للمبنى تبع تينا وعملته لتانية، ولكن غيرت شكل الروف، الستايل اللي للريلينجز أو الأعمدة، أو حتى كمان الدهان ما رح يكون نفس الإشي. عملت بيت تينا أصفر وفيه ألوان، لأنه هي كتير بتحب الألوان كونها فنانة وبتحب الرسم وبتحب الألوان. تانيا شخصية كتير بيسك، بتحب بس ألوان معينة مثل الأسود الأبيض الأحمر، فخلينا كل بيت يعكس شخصية واحدة منهم. هلأ نشوف كيف نوزع البلان. نبدأ ببيت تينا. بيت تينا رح يكون كله ألوان بناء على طلبها، بدها كل حيط لون، بدها العفش كتير ملون، بدها يكون طفولي كتير. بدأت أول إشي بالمطبخ، بعدين حسيت أنه لازم يكون في بلاتفورم يرفع شوي المطبخ لأنه البلان كتير مفتوح، فقررت أنه أعمل المطبخ على بلاتفورم مرتفع شوي عن باقي الغرف اللي بالبيت لأنها مفتوحة على بعض زي ما حكينا. بدي أنقل الأغراض وأحط البلاط. طبعا الألوان اخترت تكون إنها كلياتها ألوان باستيل، الأخضر البنفسجي الزهري الأصفر الأورنج كله باستيل. عم بفكر بالتفاصيل وكيف بدي أركب الألوان على بعض. مش سهل بيت تينا بس كتير حلو، أنا بحب هاي الستايلات. بدي أشوف لها كنباي. طبعا هاي مش الكنباي المفضلة عند الناس اللي بيعملوا بيلد بسيمز، بيعتبروها إنه شكلها كتير ربري ربري، يعني عاملة زي صلصال، بس أنا كتير بحبها لأنه حسيتها كتير تنفع مع الستايل اللي عم نمشي عليه. احكولي رأيكم، بتحبوا بيتكم زي تينا ولا زي تانيا؟ عم بفكر بالبلان
وعم بحاول أشوف إيش ممكن نعمل ألوان للإضاءات. رح يكون طبعا في كورنر لاتينا عشان هي فنانة وبتحب ترسم، ففي كورنر للرسم، عدا عن انها هي بتحب الموسيقى والرقص والاغاني، كمان لازم يكون في لها مكان او آلة معينة موجودة في البيت عشان انها تعبر عن نفسها وعن هواياتها في هذا المكان. غيرت السفرة لانه حسيت انه اللي خشب مع ازاز ما حبيته، فحطيت ازاز مع رخام بيطلع أحلى. شوفوا كيف عمل فرق كبير لما اخترنا سفرة تانية. دايما التفاصيل البسيطة هاي بتعمل فرق كتير كبير في بالتصميم أو بالمبنى نفسه أو بأي إشي أنتم ممكن تعملوه. هون عم بشوف أواجه زريعة صغيرة تتناسب مع الطاولة الصغيرة اللي حاطينها جنب باب البيت اللي بودي للباكيارد. وهنا على المدخل حابة أعمل هيك قاعدة صغيرة، مثلا إذا تشلح الشوز، إذا تلبس الشوز، أو عم تستنى تانية تيجي عندها عشان يطلعوا مشوار سوا أو أي إشي، ممكن يكون في هون قاعدة صغيرة. هيك صارت القاعدة جاهزة. بدنا هون نحط على هاي الطاولة بس شوية أشياء وإضاءة. أوكي، هذا الكورنر تبع الرسم تبعتينا ومكتبها الخاص. نبدأ بالحمام. تينا حبت انه يكون حمامها اللي تحت هو الكبير وحمامها اللي فوق هو الصغير. هون حبينا نحط لها كل الاشياء اللي بتحتاجها، مثل شاور، مثل غسالة. طل بس نحط الإضاءة، ننتقل للطابق اللي بعده. أوكي، هاي خلصنا هذا الطابق كلياته، ننتقل لفوق. فوق غرفة النوم رح أوزعها على ثلاث أشياء، اللي هي جهة لغرفة النوم وجهة غرفة ملابس وحمام. وطبعا ما ننسى أنه عندها برندة كمان تقدر تقعد عليها تغير جو. هاي غرفة الملابس برضو نفس الثيم، ملونة فيها ألوان كتير، فيها الزهري، فيها الأزرق، فيها الأخضر، فيها البنفسجي. بدي أعملها هون قاعدة صغيرة، وحطت لها آلات موسيقية بغرفتها كمان. محتارة بالألوان صراحة، لأنه أنا حابة الألوان كلها تكون متناسقة، مو حابة يكون في لون شوي يطغى على لون. وطبعا صديقتين بيحبوا كتير الخضار والنباتات والطبيعة، فحاولت كتير أكتر نباتات في البيوت، في بيت تينا وفي بيت تانية كمان. هون الحمام حبيت أعمله شوي مختلف عن اللي تحت، فعملت لها فيه بانيو وحواليه خزاين. ننتقل لبيت تانية. تانية بتحب زي ما حكينا الألوان البيسك، أبيض، أسود، رمادي وأحمر. عكست شوي بالبلان عشان ما يكونوا البيتين كتير شبه بعض، يعني حتى لو أنه نفس الإشي من برا وال إحنا عارفين أنه layout نفس الشي، بس لازم يكون مختلف كانطباع من الداخل ومن الخارج شوي كمان. فالمطبخ حطيته على الزاوية المعاكسة لمطبخ تينا، وكونها تانية بتحب الخياطة كتير وبتحب الزراعة كتير، فخليت لها كمان في إلها كورنر صغير للهوايات. وهون القعدة الرئيسية لتانية. وهاي أول ما تدخلوا على البيت رح يكون في مكان مخصص للنباتات وللزريعة للزراعة. تانية عكس تينا، طلبت مني انه الحمام اللي تحت بس يكون للضيوف، يعني يكون كتير صغير وكتير بسيط، وباقي الاشياء يكونوا بغرفتها النوم، الحمام اللي بغرفتها النوم. خلصنا الطابق اللي تحت، وخلينا نكمل الطابق اللي فوق. رح تكون غرفتها برضو مقسمة على غرفة نوم، غرفة ملابس وحمام كبير، وطبعا ما ننسى البرندة مثل صاحبتها تينا. انا عمدا حطيت بغرف النوم
كراسي أو كرسيين عشان تينا وتانيا كتير بأضواتهم مع بعض. فحتى لو تينا وتانيا كل واحدة إلها بيتها الخاص، بس هم تنتين بيضلوهم طول اليوم مع بعض. يعني ممكن تينا تكون عند تانيا طول اليوم ويقعدوا مع بعض على البرندة، أو يقعدوا بغرفة النوم يتمكيجوا أو يتبادلوا الأحاديث أو يلعبوا بألعابهم، أو واحدة ترسم وواحدة تخيط كل واحدة تأخذ هوايتها على بيت التانية. فعشان هيك في من كل إشي يعني غرضين، عشان هم بحبوا كتير يشاركوا بعض بكل إشي. حط لها السجادة واللمسات الأخيرة لغرفة النوم قبل ما ننتقل لغرفة الملابس. حط لها بغرفة الملابس زي صاحبتها تينا مراي وشغلات ديكورات. ننتقل للحمام. هذا الحمام الكبير تبع تانيا، رح نحط لها فيه الغسالة وبانيو وكل احتياجاتها. طبعا انا عملته ستايل مختلف عن تانيا، لانه زي ما حكينا كل واحدة لها شخصيتها ولها شغلات بتحبها ولها الايدنتيتي او البصمة الخاصة فيها. نخلص لها البرندة على السريع وننتقل للباكيارد. الباكيارد رح تكون عبارة عن مكان فيه تجمع كبير لكل اشي هم بيحبوه. هم بيحبوا يتمرحوا على المرجحة زي الاطفال، هم شخصياتهم كتير مرحة وطفولية وبيحبوا الحياة كتير، بيحبوا التخييم. واترككم هلأ بجولة في البيت، يا رب انكم تنبسطوا واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.
الفيديو بدعوة من القلب لكل حدا شاهد الفيديو، لأنه مشاهدة منكم رح تحرر شغفي أكتر وأكتر. خليكم مبسوطين لأنه بكرة أحلى إن شاء الله. برعاية الله يا أسرتي الصغيرة، ودمتم بخير وسعادة. إلى اللقاء.